لكن ما هوش هذه فقط، خرج شيء آخر. جابت جريدة الوطن، جابت زينب أبوشو المشهورة، هي تسمي روحها سليمة المساني، واحدة من حمالات الحطب بتاع التسعينات. نفخت جريدة الوطن، نفخت في الحرب القذرة نفخ شديد. يعني لو كان جات محاكمات حقيقية وتجي محاكمات حقيقية في الدولة المدنية، جريدة الوطن وأصحاب جريدة الوطن أساسا، آخرين لكن جريدة الوطن أساسا، كانوا من أكثر الجرائد اللي لعبت دور قذر جدا في تدمير الجزائر، بنفخها في الحرب القذرة وبشيطنة عدد كبير من الجزائريين. تعرفوا، خلونا من الفيس، الفيس شيطنوه إلى أقصى الحدود، داروا شيطنة للأف أف أس ولأيت أحمد شخصيا ما تقدروش تتصوروها، وداروا شيطنة لعبد الحميد إبراهيمي اللي كان يريد أن ينقذ الأفلان، الأفلان اللي تحول إلى كارثة في الحكم، أراد إنقاذه وكان ضد الانقلاب. يعني عبد الحميد مهري، أيت أحمد، الصادق هجرس، وكل، وهذا ما عندوش علاقة بالفيس، كل الذين اعترضوا على الانقلاب 92 قامت جريدة الوطن وأخواتها بشيطنتهم شيطنة كبيرة جدا. واحدة من أجرم هؤلاء اللي شيطنت الناس واللي ساهمت في الشيطنة هذه زينب أبوشو سليمة المساني. لكن علينا أن نكون منصفين حتى معها، أنها مقربة جدا من دارس. إحنا مرات لما قلنا أن توفيق الآن راه موجود في جبال الشريعة في فيلا رئاسية، كاين بعض خاوتنا لهم وجهة نظر آخر، لا بلي راه موجود في السجن. خلينا من كونهم أنهم مانيبيلي وراه مانيبيلاوهم، خلينا من هذا، نعتبره مثلا وجهة نظر. اللي يشك بأن يد التوفيق موجودة، سبيريت نتاع توفيق، روح توفيق موجودة فيما يحدث الآن، يعني لازم يراجع عقله. عندما يتم تعيين شفيق مصباح دوبل مع يوسف بوزيت للمخابرات الخارجية، وعندما تقوم المخابرات الخارجية بهذه الشيطنة ومحاولات ضرب الحراكيين بعضهم بعض في كثير من العواصم الغربية والمدن الغربية، باريس، بريكسل، سويسرا، لندن، الآن مثلا اللي ظاهروا في أمام سفارة العصابة في لندن، جزء منهم جاءوا حسن نية، لكن جزء اللي حرك الموضوع مرتبط بالدي ار اس تاع لندن. ولذلك أحرار الجزائريين الآن في لندن يفكروا في أن يذهبوا إلى مكان آخر، لأن تم اختراق الحراك مرة أخرى. ربما الجزء الأكبر اللي جاء وتظاهر يوم السبت اللي فات عن حسن نية وجايين ضد العصابة، لكن المدبرين والمحركين هم تاع الدي ار اس بشكل مباشر وغير مباشر، علموا ولم يعلموا، قد يكون واحد عن حسن نية، لكن وهذا أرادوا أن يفعلوا في بريكسل، أرادوا أن يفعلوا في باريس طبعا أكثر فأكثر، لأن الدي ار اس متواجدة هناك لحنوشة بالمئات من أموال الشعب الجزائري. أقل واحد ياخذ 8000 أورو وطلع من ضباط الحنوشة ويشرو يشرو في من اللي يقدروا يشروه يشروه. الحمد لله الأغلبية أحرار وشرفاء ولا يمكن شرائهم، والبعض جات سبة وتلقتها حدورة كما يقول المثل الجزائري. البعض هو أصلا استئصالي عنصري متطرف، وجات جات الدي ار اس قالت له عطاته خلصت له عشاء، ولا عطاته باش يشري خمر، ولا باش جاتوا على 16 يعني كما يقال المثل. من الامثله فقط نتاع توفيق هو مصباح، شفيق مصباح. شفيق مصباح مش شخص بسيط، كان هو القلم تاع توفيق. حتى لما غادر الدي ار اس في لعبه هكذا، بقى من الخارج وهو قلم يستطيع الناس أن يرجعوا، وإن كان يكتب خاصة في السوار الجيري تاع بالحمر. اللي عنده شك في يد توفيق وفي وجود توفيق يرجع يشوف الشيطنة.
شيطنوا منطقة القبائل بأنهم زواف وأنهم عملاء فرنسا وأنهم وأنهم وأنهم. لما كان الخطاب عنوانه البانديسية السكتمبرية، لأن الباديسية والنوفمبرية أبرياء. لكن لما مات القايد صالح أو قتل وأقبر في نهاية المطاف، رجعت القضية وين؟ هنا أنا شخصيا كنت علماني ماركيست زوافي سكارجي، كنت كل هذا. وقتاش؟ وقت القايد صالح، لما كان الخطاب الرسمي نتاع الدولة البنديسية السكتمبرية. الآن أنا وحركة رشاد أصوليين إرهابيين انتجريست، عملاء تركيا، عملاء قطر، عملاء الأحرار لا يستطيعون، حتى لو أرادوا ما يقدروش يكونوا عملاء، نفوسهم تأبى، شهامتهم، كرامتهم، حريتهم تأبى. لكن العنوان هو هذا، انقلب. طيب ما هو قبل 8 شهور كنت زوافي ألماني ماركيست متحالف مع سعيد سعدي، متحالف مع فرحات مهني، لماذا أصبحت العكس الآن؟ هذا هو التلاعب، هذا هو الخبث، هذه يد التوفيق. لأن يد التوفيق اشتغلت أكثر من 20 سنة في المخابرات على خلق صراع هوياتي وخلق صراع إيديولوجي. بينما لما جاء القايد صالح ما فهمش اللعبة، فقالوا له استنى استنى، نشيط منطقة القبائل. ويستطيع الناس أن يعودوا للفترة السابقة كيف ويجدوا ذبابهم وصحافتهم وسفهاءهم يعتبروني أني كيس. واحدة سفيهة منهم قالت أن هذا فلان أصله قبائلي، ومرة أصله يهودي، ومرة أصله مانيش عارف إلى آخره. هذه يد التوفيق. حتى كنت نتناقش مع صديق قبل قليل، قال لي لكن توفيق، نعم توفيق كبير، لكن ما زال يعني هو أكبر ولا بن علي؟ بن علي بن يعني بن علي 86 سنة وفريق أول، وهو أكبر جنرال في البلاد وأحد النافذين، هو المسؤول على الأول عن حراسة الرئيس، الأمن الرئاسي كما يسمونه، وهو المسؤول عن الحرس الجمهوري. معنى كل الجنرالات وهم أكثر من 100 جنرال أو ما يقارب، ما بين الحرس الجمهوري وال 100 جنرال وعقيد، ما بين الحرس الجمهوري والحرس الرئاسي تحت بن علي بن علي 86 سنة. شنقريح 76، تبون 76 سنة. يعني توفيق ما بين بن علي بن علي وشنقريحة في السن. لكن حتى لو افترضنا أنه تأثيره الآن أقل نتيجة للتعذيب اللي تعرض له، وعز وسيني أمر المخابرات العسكرية والداخلية خلعوا له ذراعه وكتفه، خلعوه من التعذيب. ودرك نجيبه عز وسيني لأنه هو أيضا جاء في الأخبار أمس. فهذا تأثيره. عندما تعرف أن جبار مهنا أكبر من أكبر جنرالات الإجرام في التسعينات يطلق سراحه، والآن الجنرال حسان على أبواب أن يطلق سراحه في الأيام القادمة، وعندما تعرف أن الجنرال مجاهد هو المستشار العسكري والأمني لتبون، وهذا أحد البويز نتاع توفيق، وعندما تعرف أن الحاج رضوان رئيس الديوان السابق 19 سنة لتوفيق، أنه من أكثر الناس، ما نقولش المقربين تبون، وإنما تبون مقرب لهم لأنهم جيناتهم اللي يحكموا، تعرف أن يد التوفيق موجودة. وأشياء كثيرة كثيرة ستتبين لكم مع الأيام. ولعل البروفوكاتور نتاعهم، لي زاجون بروفوكاتور، وراكم تعرفوا بعضهم اللي لا يخفون، يعني بعضهم لا يخفي أنه كان قاتل، كان يغتصب نساء، يعني كان يقول لك نديروا لي تورني تاع تاع ضد الارهاب. يعني لي تورني تاع ضد الارهاب وشنو هي؟ هي لي فو باراج، هي خطف المدنيين، خطف النساء، اغتصاب النساء، قتل الرجال والنساء. لا يخفي هذا الشخص، لم يخفي، قال انه كان، وما اكثر من شخص اعلنوا. واحد قال انا نعم كنت في الاوبيراسيونيل، وكنت تعاود نعاود. هؤلاء الان لي سي دي زاجون بروفوكاتور،
إن شاء الله المرة القادمة أو اللي بعدها لما نجد وقت، يعني في الوقت في أقرب وقت لما نحكو على قضية لي زاجون بروفوكاتور، من هما هذه العناصر التي تندس لتحدث الكوارث أو تحاول تكسير الحراك، أو لأن هذه حدثت عن شعوب قبلنا وفي ثورات قبلنا. يعني واحد من أكثر الناس اللي نظروا لهذا الموضوع، وأنا أنصح الناس لي أن يقرأوا عليه أو يقرأوا كتاباته، هو فيكتور سيرج. فيكتور سيرج هذا روسي في الأصل، لكن كتاباته تقريبا كلها بالفرنسوية ومترجمة حين الإنجليزية، يعني هو لغته الأساسية نظن هي الفرنسوية. كتب كثير، وهذا أحد كبار المنظرين تاع الثورة الشيوعية، هو من مواليد 1890 وتوفى في 1947. إن شاء الله لما تكون فرصة أيضا لما نتكلم على قضية لي زاجون بروفوكاتور نجيب هذا فيكتور سيرج، لأنه ينظر لأشياء كثيرة وقعت في تلك الفترة.